السياسات وفي غموض كثير. طبعا لم نطيل الوقوف عنده والا استغرق ذلك وقتا طويلا، ولكن ضروري ان نقول باننا عندما نستعمل اللغه وخصوصا ذات الطبيعه الاصطلاحيه اي التي تدل على مفاهيم وليس على اشياء، فعلينا ان ننتبه الى ان لا تستعملنا اللغه اي تستعملنا تلك المصطلحات. وطبعا قدره اللغه على ان تستعملنا هي اكبر من قدرتنا على ان نستعملها، ومن ذلك كلمه الاصلاح بما في ذلك نقيضها الذي هو الفساد او الافساد. ايضا انا مفهوم الفساد والافساد خارج الاخلاق، انا عندي فيه تحفظات، وباختصار هذا المفهوم سواء مفهوم الاصلاح او الافساد هو مفهوم عريق. استجابة لدعوة كريمة تفضل بها الإخوة في الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في جهة الدخلة وادي الذهب من أجل المشاركة في موضوع يعتبر من موضوعات الساعة اليوم، وهي قضايا الإصلاح في مختلف واجهاته سواء في مسارها أو في مآلها. وبالطبع فواجهات الإصلاح متعددة، هناك ما تحقق فيه الإيجابي وهناك ما لا يزال متعترا، وبالطبع في آفاق القريبة بالخصوص المنتظر أن الأحزاب السياسية ستتخذ قرارات ومواقف حول الأولويات في الإصلاح. هل ما زال المسألة الدستورية مطروحة؟ هل مسألة الإصلاح التعليمي تقدم أو يراوح مكانه؟ مسألة الإصلاح الإداري، مسألة الإصلاح النظام الانتخابي إلى آخره. وإذن فإن الأحزاب الوطنية المغربية وخصوصا منها الأحزاب الديمقراطية وعموم المواطنين والشعب المغربي يفترض أنهم سيهتمون في هذه المرحلة بموضوع هذه الندوة التي نتمنى أن نوفق في إظهار إلى أي حد يمكن للمغرب أن يعالج قضايا إصلاحه بمردودية أكبر من السابق. في تأسيس الشريعة المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب مستوى ومراحل الجانب